رفيقات ورفاق شهيدنا وبطل الجبهة وأسد الجبهة الرفيق شكري بلايك، أهلا وسهلا بكم. تحضروا معنا اليوم لتكريم المناضلة أرملة رفيقنا، أرملة شهيد تونس، أرملة شهيد الجبهة الشعبية، رفيقتنا شهيد الوطن. أهلا وسهلا بكم. اليوم حبينا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ليس فقط احتفالا بهذه المناسبة وإنما احتفالا برفيقتنا وتكريما لها، تكريما على جهدها. منذ سنين آفة التهديد وصبرا علينا يا ظالم العبور، باش تعدوا باش يمروا، مددنا أيدينا لشعب مقهور ولا خوف علينا ولا هم يحزنون. نحب نشكر الرفاق والرفيقات داخل الحزب الوطني الديمقراطي الموحد، نحب نشكر الرفاق والرفيقات داخل الجبهة، نحب نشكر كل من جاء اليوم من متساكني ومواطني الكتار، بالإضافة إلى شكر المدينة قفصة كاملة اللي حضروا أغلب المواطنين معنا اليوم. أنا كنت استمد في كل ما نقول فيه ملي كان يقول فيه شكري بالعيد توا، ورسالته الواضحة حكيت عليها اليوم هي الحفاظ على الجبهة. شكري بالعيد أولا يعشق هذه المنطقة، يحترمها جدا، يحترم نضالات أهلها. شكري بالعيد أعطى من وقته ومن جهده الكثير الكثير للحزب للجبهة وكل النضال الوطني الديمقراطي الحقوقي، كل أصناف النضال أعطاها الكثير من وقته. وأنا فقط بهذه المناسبة نطلب من الجميع الالتزام بخيارات استراتيجية، الالتزام بالجبهة، لا بديل عن الجبهة، نخدموا مع بعضنا، نقويوا بعضنا. وكما قال شكري بالعيد بالضبط توا، كي نقويوا وتقوى الجبهة يضعف الخصم نتاعنا، يضعف الخصم نتاعنا، ما عندنا حتى سبيل ولا خيار إلا أن نتمسكوا بالجبهة نتاعنا مع بعضنا كل جدية وكل عمق وكل حب وكل تآلف وكل نضالية نقدموا مع بعضنا. نشكركم برشا على هذه اللفتة هذه، ونعاود نكرر الدعوة للجميع للحضور يوم 16 مارس في تونس في أحياء ذكرى الأربعينية للرفيق المناضل البطل شكري بالعيد، وهو اعتراف ايضا له بالجميل واعتراف لتونس بالجميل، اعتراف لضرورة المرحلة. ضروري ونأكد على الجميع انهم يتواجدوا نهار 16 في تونس من اجل المسيرة اللي اعلن عليها واللي باش تكون 16 و17 لكن الاكيد والاكثر تاكيد هو الحضور في المسيره، وايضا الحضور في بين ظفرين الاحتفاليه اللي حبيناها وتعمدنا انها تكون فيها جانب فني اكثر من الجانب السياسي، لان حبينا نقولوا للجميع اولا نحن حزب وجبهه منفتحين لكل القوى الديمقراطيه والتقدميه في البلاد باش تتواجد وتخدم معنا في اطار الاربعينيه هذه. ثانيا حبينا نقولوا أن قتلونا واغتالونا الشهيد الرمز، رمز المرحلة شكري بالعيد، نواجه هذا الاغتيال بنبذ العنف، نواجه هذا الاغتيال بالفرح، نواجه هذا الاغتيال بالثقافة، نواجه هذا الاغتيال بالإبداع بالفن. ولهذا نحب نأكد على الجميع للحضور نهار 16 ونهار 17، ونأكد أيضا وبكل تشديد على أن الجبهة الشعبية في قروصنا الناس الكل وبدون اي حسابات ضيقه، في قروصنا الناس كل، وعلينا ان نتماسكوا ونكملوا في اطار جبهه شعبيه. وشكرا. شكرا.